بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ أبو ساجد على النبي، اليوم مش لكم وصفة اللي عاملة حالها في مواقع التواصل، وهي الوصفة اللي سميوها بقلاوة العجب. اليوم عملت لكم الوصفة هذه بعد ما شفتها، يعني كم من مرة قلت نعملها ونعطيكم رأيي فيها بكل صراحة، كما عودتكم على الصراحة، كما عودتكم على المصداقية. وكل مرة نشوف حاجة يعني كثرت في اليوتيوب في مواقع التواصل، نجي نعملها ونعطيكم رأيي بصراحة. إذا أحبائي، كما نعرف الكل، في أي وصفة فيها مقادير فيها كيف التحضير، روح شوفوا بعضنا كيف التحضير والمقادير، روح نشوفوا، يلا روح نشوفوا، يلا روحوا. لا تنسوا الإعجاب. في طاولة العمل عندك كما راكم تشوفوا، عندنا هنا العسل، انا عندي 500 غرام، عندي فارينة بزيت كؤوس، عندي كاس مش معمر تاع مايزينا، عندي كاس ونصف كاكاو محمص وملحي، عندي كاس زيت، وعندي كاس حليب رايب، وعندي رشة ملح، وعندي هنا بيضة كاملة، وعندي كيس خميرة الحلويات. بالنسبة للحليب الرايب اللي ما عندوش يجيب كاس البن، اذا ما كانش جيبوا كاس حليب معاه نصف علبة تاع ياغور طبيعي. نروح هنا في ريسيبيان، نجيبو كاس زيت، كاس سيعته 220 ملل، نحطو هنا رشة ملح، نضيفو الكاس الرايب هذاك أو لبن أو حليب ممزوج مع ياغور طبيعي، ونحرك جيدا هذه المكونات مع بعض، ثم نروحو نضيفو بيضة، ونعاود نحرك جيدا هكذا. دائما كل ما نحطه يعني مكون لازم نخلطه جيدا حتى تتمازج كل المكونات مع بعض. هكذا نقدر نضيف المكون التالي، انا حطيت البيضه، لازم نخلط جيدا حتى تذوب هذيك البيضه، ونضيف هنا كاس مايزينا او كاس نشا يكون مش معمر، نقص اسبوع او اسبوعين هكذا، ونعاود نحرك كالعاده، ونحرك جيدا حتى تتمازج كل المكونات مع بعض. وراح نضيف هنا كاس ونصف من الكاكاو يكون محمص وملحي شويه خشن الكاكاو. شوفوا كاين بعض الوصفات او بعض القنوات حطوا كاس كاكاو واحد، وحطوا فينا 4 كؤوس. انا خممت وشفت هكذا، قلت هذه راح تجي معجنة، مستحيل مستحيل تعطيني نتيجة ملح. أنا نقصت الفارينة وعاودت زدت الكاكاو. هنا ضفت الفارينة كاس واحد، وضفت فوق منها كيس خميرة الحلويات 10 غرامات، ونحرك جيدا، وراح نضيف الكاس الأخر. الكاس تاعي هذا يرفد أو يهز 2 كيسان، يعني كاس 220 ملل، والكاس اللي عندي هذا كبير يهز 440 ملل، يعني عندي 2 كاسين فارينة. أنا حطيت الكاس الأول، بعد ذلك راح نضيف الكاس الثاني بالتدريج هكذا، ونتحصلوا على عجينة تكون طرية وشوية تتلصق. هنا نحي فوي تاعي ونتلامس بيدي أحسن هكذا باش نعرف عجينتي كيفاه تكون. قلت يعني بعض القنوات كثروا فارينة بزاف، وانا متاكد 100% وراح تولي معجنه. هنا نضيف الفرينه كامله، يعني ضفت 2 كيسان، نخلط جيدا حتى قلت يعني تحصل على عجينه تكون طريه وتتلصق هكذا، باش كي نحطها في الصينيه تاعنا راح يضاعف الحجم تاعها شويه نوعا ما، وطيب منها خفيفه. هذه العجينه اللي حصلت عليها هكذا، نلمها كامل. بعد ذلك راح نشوف عجينتي، شوفوا هذا هو قوامها طرية وتتلاصق. نجيب صينية الطول تاعها 30 والعرض 23، نجيب كمية من الزبدة أو مارغرين ونطليها كاملة باش العجينة تاعنا ما تلصقش كي نقصها. ندهنها صينية كاملة، ونجيب العجينة تاعي نحطها هنا ونبسطها كامل على قد الطلاطي هذا، ونحاولوا نعدلوها كامل باش ما نعملوش جهه طالعه او جهه هابطه.
هكذا تكون البقلاوة تاعنا تجي معتدلة، وكل لي كوتي يكون قد بعضها. نحاول هنا نمددها مليح مع الجوانب والحواشي هذم، خصنا الزوايا، ونجيب كوبا تاعي ونعدلها مليح هكذا. وليسي هذه العجينة، نحي الأطراف تاع الأصابع تاعي، يعني العملية جد سهلة سهلة. شوفوا أنا نعمل في المونتاج، ولحد الآن راني ما ذقتش منها هذه البقلاوة. نجيبوا سكينة ونقسموها كما نحبوا، تحبوا معينات، تحبوا مربعات، كما تحبوا أنتم. أنا درتها معينات هكذا، جاءوا عن بشكل بسم الله ما شاء الله، جاءوا ولا أروع. صينية قلت 30 على 23. قلت لكم يعني أنا نعم في المونتاج الآن في الليل، وحط في العسل وحطيتها في الفرن يعني الصباح تحكم روحها مليح، باش نعاود نقصها ونذوقها يعني مع آخر فيديو باش نعطيكم رأي زي ما ذقتش منها. شوفوا هنا قصيتها معينة صغار، يعني مخروضات صغار اللي جاوا بسم الله ما شاء الله، جاوا ولا أروع. يعني شوفوا المنظر يعجبك. الذوق كما قلت لكم في اخر الفيديو نقول لكم على الذوق تاعها. الان انا هنا راني حوالي 11 الليل نعمل في المونتاج، قاعد نعلق الان يعني الصباح ان شاء الله مع الفجر نعاود نصور ونذوقها، ونعاود نكمل التعليق الاخير تاعي ونعطيكم رايي فيه بصراحه. هنا شوفوا جبت العقاش تاع النجمه هذا وزينت بها، كنت راح نزين بالكاوكاو كما شفتوا هذيك الحبه، من بعد ما عجبتنيش يعني هذاك الزينه، عاودت جبت العقاش تاع النجمه وزينت بهم كاملين، حطيت كل يعني مقروضه فيها يعني نجمه. تقدروا انتم تحطوا حبه لوز كيما تقدروا تحطوا الكاوكاو، كيما تقدروا حبه جوز، يعني واش عندكم في البيت تزينوا به. والوصفه العجيبه هذه انا نقول لكم ننصحكم اللي تحب المشاريع في جاي رمضان ان شاء الله، وتبيع الحبه ب 3000. هنا بعد ما كملتهم دخلها للفرن على 180 درجة مئوية، تركها حوالي 40 دقيقة 45 دقيقة. أنا جبت هنا حوالي 500 غرام عسل المرجان هذاك، وضفت له تقريبا نصف كاس ما زهر، لأني زدت درك بعد زدت عودت يعني كمية أخرى تقريبا نصف كاس ما زهر، ونحل العسل هذا كامل بارد في بارد، ونخليه حتى توجد الوصفة تاعنا، وتكون الوصفة سخونة والعسل بارد، ونبقى نحرك هكذا حتى يذوب هذاك العسل تماما، يعني يولي سائل كما راكم تشوفوا هنا. بعد ذلك نخرجوا وصفتنا من الفرن وهي سخونة، ونحطوا لها العسل كما قلت بارد. قلت يعني نرجع لأصحاب المشاريع، راح تبيعوا حبة 3000، وأنا ذاك البلا خرج لي 35 حبة، ما نحسبوش الحواشي، نحسبوا الحبات الملاح، خرج لي 35 حبة. هنا انا خرجت البلا تاعي وهو سخون، نصب له كميه العسل كامله، يعني مشروع مربح 35 حبه على 3000، شوفوا تقريبا ب 105000، يعني الربح تاعنا راه مضاعف. الفائده تاعو فقط يعني حوالي 70000 فائده او اكثر، يعني شوفوا هنا يدعون بالعسل ومن بعد راح يشربها كامل. هنا نحطها في الفرن وهو سخون مطفي عليه، ونتركها للصباح راح يعني تطرى تشرب هذاك العسل بسم الله ما شاء الله، ومن بعد نرجع الصباح نصور ونصبح من بعد ما صليت الفجر. وجيت هنا خرجت الوصفه تاعي من الفرن، لقيتها بردت تماما تماما، حطيتها فوق طاوله العمل، وجبت سكينه وتدعت ثلاث راس هذيك تاع السكينه الاولى اللي كانت عجينه وقصيتها، لانه كي نحطها في الفرن راح تتلاصق كامل، وراح اني هذاك الاطراس تبقى ولكن تبقى الاماره. جيبوا سكينه ونتبعوا فقط الاماره هذيك، الاطراس تبعوها مليح، ونعاود نقصوهم كاملين. يعني انا قلت قصيتهم معينات، شوفوا جا ولا اربع. اللي عنده مشاريع ننصحهم يقصوها يعني مربعات صغار باش ما يخسروش تيشيت. هنا عاودت قصيت الجهه الثانيه هكذا كما راكم تشوفوا، وكملتها كامله، وبعد ذلك راح تشوفوا النتيجة يعني ورأيي فيها بكل صراحة وبكل مصداقية. على الصباح ربي، اليوم الجمعة،
ما قدرتش نتمالك نفسي لأني دقت اللونة انبهرت انبهرت انبهرت، صدقوني صدقوني. وأبو ساجد كي يكلم معكم رو الله صادق صادق معكم بإذن الله. حقيقة حقيقة يعني الوصفة هذه، شوفوا يعني من بداية الوصفة وأنا نقول وصفة ما نقولش بقلاوة، وعلاه؟ لأنه يعني ما عندها حتى يعني شبه للبقلاوة، لكن صراحة وحقيقة في الذوق جات ولا أروع، الدوب الفم ما نقولكم يعني نشبهها قلب اللوز، نشبهها يعني البقلاوة الكاذبة. المهم معسلة جات ولا أروع، ذوقها صدقوني بسم الله ما شاء الله. يعني بصح ما نقدروش نقولوا بقلاوة، لأنه نعرف البقلاوة التقليدية تاعنا يعني ما كانش كيفها، ومش راح نلقاو كيفها. أما هذه الوصفة نسميوها معسلة، معسلة يعني بالكاوكاو، وعندها ليزانغريديون تاعها هذوكم، جادة الذوق تاعها ولا أروع ولا أروع. روحوا نشوفوا مع بعضنا هذه الحبة اللي راح نقطعها أمامكم وراح نذوقها أمامكم، وتعرفوا رأيي يعني بكل صراحة فيها. راح نتكلم معكم هنا يعني مباشرة في التصوير مش وراء الكاميرا. بسم الله ما شاء الله. روعة روعة روعة، صدقوني جد ما شاء الله، كما تقولون ثم جد تهبت 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 بكل صراحة بكل مصداقية، ولا أروع ولا أروع، والله العظيم. شو نقول لكم، أنا كريت جوج حبات كما تشوفوا، وهي التالتة على صباح ربي. إذا أحبائي هنا نقول لكم أبو ساجد كما عودكم بالصراحة يعني وصفة ما شاء الله، تعملوا بها مشاريع، تخدموها في رمضان، تعملوها من المعسلات، وصفة يعني أنا عجبتني. ولكن ما شاء الله بقلاوة وبقلاوة عجيبة، فلا هذا رأيي فيها بصراحة. إن شاء الله تكون وصفة عجبتكم، تقدروا تطبقوها تقدروا تعملوها في البيت، يعني مش خسرين والو، يعني ذوقها أنا عجبني ما شاء الله، يعني حقيقة يعني مش هنكذب عليكم، لأني شفت أنا وصفات وعملتهم في القناة وما عجبونيش، وقلت رأيي ما عجبونيش، أما الوصفة هذه عجبتني من المعسلات بسم الله ما شاء الله. تقدروا تجربوها وتقدروا تذوقوها، وتقدروا يعني تعطوها حتى ضيافكم، تعملوها حتى في مناسبات، يعني صدقوني صدقوني رأي وصفة روعة. إذا أحبائي، إذا نخليكم مع هذا الفيديو، ونقول لكم يعني اللي دخل أول مرة قناتي ومشتركش في قناتي، تفضل يا أخي أو أختي أو بنتي، تفضل اشترك في قناة، ولما فعلش زر الجرس نقول له فعل زر الجرس حتى يصلك الجديد. والسلام عليكم في وصفة قادمة إن شاء الله، ورب يحفظكم ورب يثبتكم ويبارك لكم في أموالكم وولادكم ويرزقكم الذرية الصالحة. وكان هناك امرأة يعني في عمرها 25 سنة تطلب الدعاء بالذرية الصالحة، إن شاء الله يا ربي ربي يرزقها، يرزق كل يعني عقيم ويرزق كل محروم. بارك الله فيكم وحبك يا وطني، سلام عليكم.